Ну ты трудай, блядь. Ну ты. Блядь, трудай. Ну ты трудай, блядь. زيدي تغدي زيدي انا نضرب تمارة ونتعذب ونتمحن ونطيب وتدير اللي في راسك فغدي عليا مع نقرد قابلي ليا ما عندك ما يدار انا نضرب تمارة ونطيب ومخيك تدير اللي بغيتي وقابلي نقرد ليه وسيري معاه ودوري في الزناقي ودوري في الدروبة وخليني انا بقى ندير انا ها نتعذب ونتمحن زناقي وقابلي الله يهديك انا باغا نعيشك في العز وانتي باغا تعيشي في الويل ودي ما شاء الله على هاد الجيل تاع دابا هاد البنات تاع دابا ولا باغي يديروا لي فريوصون ما بقاوش باغي نسمعوا كلام والديهم باغي يديروا لي فريوصون هادشي اللي غنقول انا بعدي مني شي دعوه ديال الصح انت راه بعدا غادي مني شي دعوه ما كتسمعيش كلامي ما تسمعيش رايك خليها مسخوطه هذيك راه غتقدي لي شي دعوه ما عمرها شافتها خليها ها خليها دير لي فراسها هي باغا دير لي فراس كولي كولي لي وكلوا ليها كولي غتبغى تخلي ايوا كنتي يا ماما ما كتبش عليا ما عارفاني كنمشي عندها يا بنيتي الله يهديك من الكذوب خبارك راه جاتنيش من مريان علاش انا كنكذب كتكذبي كنتي مع المقرب ما نقشش في الفرقي ماما واش كتقولي لي وا بنيتي سمعي كلامي واش غتبقي عادي عادي ويا لا هو راه باغيني خيطي في الدروب وفصلي في الزناقه قتلتيني هو غفهميني يا ماما راه هو ولد الناس وخدام مهنه شريفه وباغيني الحلال علاش كدرب بحال هكا ماما الله يرحم لك الوالد حيدي عليا حتى انت حيدي عليا قهرتيني عذبتيني اش بغيتي عندي اش باغي تصف عليا بغيتي تتسالي معايا غدير لي امري بحدي مني حتى انت ساعه الله يرحم والديك تبع عليا مقرب اش بغيتي فين غيديك هاد المقرب فين غيسكنك فين غيعيشك اش غيوكلك يضربك في الزناقي يعطيك 40 ريال زريعه يدبرك في الجرادي اش بغي يدير بك ماما واش شكون اللي قالك هو باغي لي شي حاجه خايبه راه تا هو ولد الناس تا هو باغي لي الحلال تا هو باغي ياسس اسره وراه ما نقال حتى حاجه ما فيهاش حاجه خايبه وخي فهمينا ما بقاش تخلعيني بحال هكا قال لي تخلعيني واش فيا ما تلقيني وانا عارفه في هذا الوقت راه صعيب تلقى شي واحد باغيك الحلال زي تلقاي باغيك الحلال باغيك الحلال مقرد مقجف هاي كتاب معلم انت يا ماما كيفاش خديتي بابا كيفاش خديتي تصور على قد الحال وما كي تجيبني تسوقك فيا غيولي قد القب قد السطل سوقك تيستخدم معايا كتلفتي مالك وهي ماما وهي ماما راه اللي غادي اللي جاي كتوصي عليا في الدرب او ترى الدرجه كي ترى الدرجه قالت لنا هذاك المهم المهم خبرنا وصلات او تما قعد حتى الدرجه ما كتحملنيش خير ما بغاتك شنو نديرو شوفي هبه صبري عليا والله شي غنجي لدارك قسما بالله شي غنجي لدارك واش غديري اما غادي نجي لدارك مخا ما واجدتش راسي غنجي لدارك باش باش ماماك اجي قبابك كيف ما انت غير جي ما تقولش عليا امك ولا شي حاجه جي 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 نتوكل على الله وصافي بقيتي قبيحه بقينا هنا الا بقينا نفكروا في القبيحه صافي ان شاء الله والله شغل ان شاء الله شغل جي دار باللي ليها ليها واخا ما عندي والو غادي نجيبو غنبين لها انا ربي اللي راه باغيك وغادي ناخذك وغادي اي حاجه غادي ندير على قلبك انا المهم سير دابا قبل تشوفك شي يشوفك شي واحد يقول له صافي شي حاجه يلا تغير فراسك باي باي سلام مشكلة هادو والله حتى مشكلة ما ما نفهمش الدري كتبغى في حياتك يوقعوا لك عراقيل دابا ماما ماما باقا مقلقة مني اش بغيتي اش نتقلق اش جهدي كاع غندير نتقلق ورا المهم كاين واحد الخبار غادي يعجبك ياك اش من خبار الله يسمع لنا خبار الخير تاني انت كتجيب شي حاجة مقودة اشنو كاين راه عبيدة غايجي فين غادي يجي؟ غايجي يخطبني وي على يجي قالك تا هو مابقاش عاجبو يبقى غادي يجي في هذا كيجي يخطب عنده باش يجي يخطب بعدا واخا هو تيجي يخطب على خطبها وجهها هو وراه غيجي والله غا فرحي ياك باغا الا جا وراه معمر ما يجي هذاك راه معمر ما يجي راه معمر معاك الهضره وراه كيدور في الزنقه وباغي يبقى الدور تي وياك الزنقه انت ماما غايجي غايجي غيمتي وتيجي تيجي وحن الله حيد عليك تيجي شوفي تيجي وحن سيدي ربي صافي صافي الحميس انا عارفك فيك الحميس هو الشيء هو راه ما غايجيش وانا اصلا ما باغيهش انا حامله ما قابله واخا
خير مع شي دير ما باغاش وما غاتش يجي هي جوج غايش انا هاتي انا باش نطيب لك اتا غايش سيري طيبي لي اتا طيبي لي قلبي هو غصب برا ماما شويه راه هما دابا غايجيو ايوا نقرد يجي غايش سمعي سمعي بنيتي سمعي قلت لك اختك غايجي نقرد وماما علاش كضحكي هو قالك سمعي الكذاب تبع الدار حنا سامعين اه هو غايجي تبع الدار واش غادي يجي ولا ما يجيش اه هو ها واش ها واش اش على ما داير معايا اليوم واش كنقول لك غايجي دابا راه جا جا بلاتي نشوف سير شوفي شكون جا هي دابا تلقاه على البرد قرعان هي هادي هي اللي كدق او ما جا او ما جا السلام عليكم السلام كي داير اخاتي لاباس عليك شي مزيان لاباس عليك شي مزيان شي بخير مرحبا بكم مرحبا كي داير اخاتي لاباس عليك شي مزيان مرحبا بكم طول عمرك دايرين وليدي حتى هما لاباس لاباس الحمد لله والله ايوا ما عاد قالت لي بغيتيها وبغاتك ما جايين داو في بنتكم واش تجي يا وليدي انا خو وخالتي ما كذبش عليك انا واحد الانسان اللي لا على قد الحال وطالب وراغب في بنتك الا بغى الله ان شاء الله وليدي بنتي غادي تقاد عليها غادي فاش غتسكنها فين غادي تعيش معاها غتبقى تدور حتى وليها في الزنقه وليدي لا اخاتي قال لك رزق كيجي من بعد الزواج وان شاء الله انا راه دابا راه خدمت واحد الخدمه على قد الحال وان شاء الله الدار غنديروها بشويه بشويه وراك عارفه انت راك عارفه بنت الحال وعارفه اللي كاين وغادي دير الدار باينه عليك اوليدي من وجهك تبارك الله باينه عليك من التيكيت شنو هاد التيكيت خشن خدم در 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 لابس فيه حتى التيكيت هذا ولا باغي يتزوج وباغي شوف يا ما يغرقش المضايع انا راه باغي بنتك على سنه الله ورسوله ما باغيش نتفلى عليها ولا باغي يعني شي شكنيشان ووريتك وجهي شكون هو ووريتك وجهي الحقيقي يعني ماشي شي واحد اللي غنكذب على كل شي حاجه وليدي بنتي انا راني عندي عزيزه ديك الدريه ورات تبعت غيك وتبعت شوارك انا غنتبرى منها انا نكذب عليك انا ما بغيتكش وليدي نكذب على ربك ولا لك وجهك انا ما تليقش ليا وانا ما نليقش ليك واخا انت شنو العيب اللي فيا انا علاش ما تبغيش ليا علاش وانا ما بغيتش واش غناخذ انا واحد بحال هكا لابس فيه السب التيكيت ديالها وجاي الزواق وكذب وانت كتقول ما بغيتش المظهر انت المظهر جيتي به هو الاول وما خاتش سمع خاش الله يهديك وصافي ترسي راه باغيين بعضياتهم ماشي ناوي تفلى عليها جا دق من الباب ما دخل لا مسترجم لا ما هرب الدريه لا درتي شي حاجه راه كان في راسو مدغم شحال يدوينا معاه زعما السيد راه كاد راسو جاي باغي يدوي معاك دوي معاك راجل مسكين قاد شغلو غيعيش احسن عيش غيتقاش على قبره ماشي شي واحد غيتفلى عليها غيدير لها شي حاجه غيتزوج بها عنده الفلوس وكل شي ولكن داير شي حاجه موراها عاشوها في مشاكل انا ما بغيش عيش مع المشاكل بغي عيش مع شي حاجه حياته يعني حلال شي حاجه حلال ومزيانه انا راه باغيين بعضياتهم ما كاينش علاش تحرمي من هادشي ما كاين علاش تحرمي من هادشي الحب والشي خاش كاين ما بصح ماشي تقوليش الحب ولا غيعيشهم بوحدهم دابا هي راه قلتيها الحمد لله انا قلتها ريحه الحب غيوكلها بخوك انا عايش رجلي جاي خاتي ما تحكميش عليه راه خويا وانا عارف الله يهديك اخاتي الله يهديك اوليدي الله يهديني واش انا لقيت انا دايره يدك في يدي في جيوبك ولا شفت لي الله يهديك ورا هذه ماشي هضره هذه باش انا تجي تقول لي الله يهديك انا كنشوف مصلحه بنتي انا انت ما لايقش ليها وما غاديش انا انت ماشي الراجل المناسب في المكان المناسب انا باغا بنتي شي واحد لاباس عليه واش واحد جاي هو وخوه جايين انا ما بان لي لا سكر لا والو سكرك عندي معاك اوليدي انا ما محتاجه بلا سكر انا بنتي بغيت نعطي شي واحد يكون اللي تسهلها يكون بخير وخير ولاباس لا انا التيكيت ديالك ومع حوايجك اللي جاي طالب حوايج ما عرفت منين جاي عندي تبان الرجال تاع اخر الزمان ايوا تبارك الله على الرجال ديال اخر الزمان داكشي اللي بقى ليا بقى ليا واحد داير التيكيت هاج وعط لي جايب هذيك الفيستا وجاي باغي يبان فيرو قلبوا على قلبوا على من تفلاو هذاك النوع ديال اللي كيدخلوا فين هما فين هما فين هما فين هما توري داك النوع انا ديال السكر ديالك دابا تقلب العين كي دايره قوالبك وكاينه يجيب القوالب يضحكوا على عباد الله يا بني هما فين مشاو فين مشاو مشاو بنيتي ما لاقينش ليا جاي من الباب باغي شنو؟ لا واخا يجي من الباب ولا يجي من الشرجام ولا يجي من ما بغى ما لاقش شنو فين اللي ما عجبكش عاوتاني؟ هذاك النوع انا كنعرفهم انا اللي عندي تجارب وعرف هذاك النوع ديال السكر كيجيبوا السكر وتيضحكوا على بنات الناس هذاك باغي يضحك عليك ابني اشنو بنيتي راه والو هذاك السيد راه ما لايق لك الوالو ما عندنا ما نديرو به ما فهمتش انا الراجل اللي كنعتبرو راجل كيفاش خاصو يكون ما فهمتش
راجل هما يكون قاد براسه ويكون بنيتي ماشي هذاك المبادئ فيه ما راجل ما والو هذاك قاد بي وقاد بي. لا انت انا كنعرف اكثر منك انت يا انا اللي كنعرف اكثر منك وانا اللي عندي انا اللي عندي تجارب عليك انت يا انا اللي عارفه بنيتي انا شوفي انت بنيتي دابا باغا غتزوجي وبغيتي على الراجل ياك بغيتي غتزوجي عندي لك مفاجاه انا بنيتي عندي لك مفاجاه عندي لك مفاجاه ياك ما كنتش كتضحكي معايا ياك ما باغاه ياك ما قلتي لي هي رجع ولي ياك ما باغاه انت ما كنت تهضري على داك ماشي هو ماشي لا ماشي عندي السيد انا تنعرفو ولد الناس انت انت ما كنتش باغي تصبط عليا غير قلت لك ما غادي تطير صبطي نقول لك السيد لاباس عليه ودارهم وباه لاباس عليه والاراضي هو بخير خدام تبارك الله مكن طوموبيلته انا بغيت نعيش في الويلو مع واحد مقرد جيب هادي جيب باكي ديال السكر وجاي ايوا الراجل عارف غير عنده وشنو عارف على الاخلاق واش باغين واش اجي نقول لك اجي واش شتي دابا غتكوني تعرفي احسن مني لا ولكن شنو ولكن نيتي انا اللي عارفه المصلحتك وانا اللي عارفه كل شيء هاد السيد هذا اللي جبتي راه ما لايق ما غيهزنا ما غيقوم بينا هادي اللي غنجيب لك راه تبارك الله لاباس عليهم مكن ونقدروا يشرينا دار اخرى نبدلوا هادي ونوليو لاباس علينا ونعيدوا من هاد القهره وهاد الزط اللي حنا عايشين فيها بنيتي والله يرضي عليك سلامي وصافي ماما بلا ما تبقاي تدوشي هذا هو اللي حنا هو اللي باغا هو اللي غناخذ وما كاين حتى واحد ما باغا واحد ما باغا مليون يا غنتي عريجه سيري ضربي التعريجه سيري بنيتي راه ما عندك ما يدير سيري وهذاك اللي غنجيب لك انا هو اللي غتاخذيه بغيتي ولا كرهتي هو ويهيب ان شاء الله يكون خير والله الله يجيبك انا غنجي لداركم ومتخافيش منكم حتى شي حاجه يا وليدي باقي عاد تقلب لي على هيبه واش باقي عاد تقلب على هيبه ما بغيتش تبعد منا واش ما بغيتش تبعد من بنت الله يرحم والديك واش هاد الشيء اخي يا بنت الله يرحم والديك غندير معاك اللازم انا راه شر وحده في الدنيا صافو بعد يجيو الناس يبقاو الشي مطرف نوضي تقعدي بدلي هاد الحوايج عليك وبدلي حياتك راه غنبدلو جايين الناس اللي بغيتك انا باغي نوضي راه جاي الراجل اللي غادي يوالمك وغادي تعجبك وغادي غادي تفرحي وتفرحيني معاه تقعدي نوضي غتفضحيني وغتشوهي لي القرابين يجيو نوضي تقعدي يا بنيتي كويتي ما جايين عندنا الناس وما نديرش القبح شوفي راه وقيلا ها هما جاو نوضي شوفي حلي الباب دوز سير بنيتي سير الله يرضي عليك سير حلي عليهم بنيتي سير شوف جاو مرحبا مرحبا حبيبي مرحبا بكم انا عرفتكم عائله كبيره تبارك الله وحاجتكم ماشي ديالكم واش غنقول لك ربي كرمني بكم انا فرحانه مقاداني فرحه تبارك الله الله يعم ربي وليدي ويتاوينا مع بعضيا واخا هادشي سي محسن راه تنعرفو شحال هادي وراه راجل مزيان وراجل معقول وراه ان شاء الله ميخسر معاه حتى خير وراه كلشي عنده ان شاء الله يا وليدي عرفتي راه ما صوتك انا ما خافيش عليا حتى هو داك الفنان تبارك الله الاول وبغيت تسمعني شي شويه مهاد الفرحه تاع بنتي اللي انا فرحانه بها سمعني ولو بقيت عطلان مرحبا خالد سمعني الله يرضى على ولدي محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته
وكلمته لكل هول من الأهوال مقتحمي. الله يحفظك يا وليدي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، ما شاء الله وليدي بالك الرضا. أنا شفت عينيك وكمان بتكذب عيني وجاي تقول حكايات، كل ما أقرب لك تبعدني عنك مسافات، عنك مسافات. منك لله خايف. احنا جينا مع خويا راه حقاش مي مريضه وجينا طالبه راه بالفلوس. مرحبا بنيتي، تجي امك ولا ما تجيش مرحبا، انا كنبغيكم من قلبي. مرحبا، انا هاد السيد انا النهار اللي شفتو انا اللي بغيتو. أنا تيقولي لي وفين هي هيبة؟ هيبة كاينة وليدي كاينة، راه هي وصاولينا شي حاجة، واقيلا شي عاصفة شي حاجة. كاينة بنتي مربية ومتابية وتسمع كلامي، راه يلاه يرضي عليها. هيبة وهيبة هيبة دي شتا ما تتجاوبش، نودي شوفيها نودي شوفيها، دي شتا ما تتجاوب. هيبة يا ربي السلامة يا ربي السلامة، شتا ما تتجاوب كاع هادي مالها. سمحوا لي وليدي واحد الدقيقة والله هذا عليكم، شي تشوفوها خليك توجد ليكم شي حاجة. وا بنتي وا بنتي، وا بنتي بنتي ما عرفت مالها، وا بنتي اش طاري ليها، وا بنتي ما عرفتش طاريها، وا بنتي عتخوني، وا عتخوني بنتي ما عرفت مالها، وا بنتي بنتي بنيتي ماتت، وا بنتي ماتت عباد الله، وا عتخون روح عباد الله، وا عتخون روح، وادخل روح بنتي ماتت، وتبعت الفلوس وتبعت الطمع، وتبعت الطمع ونعطيها اللي بغات. نوضي يا بنيتي نوضي، ونعطيك اللي بغيتي. نوضي يا بنيتي نوضي. بنيتي ماتت يا بنيتي، بقيت بلاش، وماتت بنيتي الطمع، وبنيتي تباتها، ما بقيتش الطمع انا والو، بقيت بنيتي، بقيت بنيتي تعيش ليا. خويتي وفزت انا بنيتي، وبناني وبنتي ماتت، وبنتي مشات مني.